الفصحى أم العامية أثناء الترجمة؟ هذا السؤال يتبادر إلى ذهني كثيراً، ولا أظن أن عندي جواباً قاطعاً، لكنني سأشارككم رأيي وتجربتي. مرحباً، أهلاً بكم في قناتي على اليوتيوب، شكراً جزيلاً لأنكم هنا ثانية، وإن كانت أول مرة، أهلاً وسهلاً بكم. اسمي ألحان، أنا مترجمة ومؤلفة كتب أطفال، وهذا السؤال هو أول شيء أفكر به عندما تأتيني مهمة ترجمة. فلنعد إلى الأساسيات قليلاً. من هو المترجم؟ تعريفي للمترجم هو أنه جسر بين شخصين أو جهتين، وبدونه التواصل مقطوع بينهما. لذا أنا شخصياً لا أستطيع التركيز في ترجمتي إن كان عندي أدنى شك في أن المستمع قد لا يفهمني، لأن وجودي هو حتى أكون جسراً بينه وبين المتحدث. وبناءً عليه، إن كان المعيار فهم المستمع، سيكون اتخاذ القرار أسهل في كل مهمة ترجمة. الآن فلنطرح بعض الأمثلة. مثلاً علي أن أترجم في مؤتمر، هناك كثير من الحضور، لست متأكدة من جنسياتهم، وعلي أن أخاطبهم جميعاً أثناء الترجمة، كما حصل معي في مؤتمر العرب الأمريكيين مثلاً. سأضع الرابط لكم في الأسفل أو في مكان ما هنا على الشاشة. عندما لا أدري جنسيات الحضور، أنا شخصياً أفضل الفصحى. أظن بأن جميع العرب يفهمون الفصحى، على الأقل إن كان شخصاً يستطيع القراءة والكتابة وذهب إلى المدرسة فهو يستطيع فهم الفصحى، وإن كان شخصاً في المؤتمر فأظن أنه يجب أن يفهم الفصحى أيضاً. الآن إلى مثال آخر. يأتيني اتصال ترجمة من عيادة طبيب. المريض شخص من، فلنفترض أنه من العراق. أنا لا أجيد اللهجة العراقية، ولكنني أجيد إحدى اللهجات الخليجية. في هذه الحالة، هذا شخص واحد فقط، أعرف لهجته، وأعرف أنه سيفضل إن تحدثت معه باللهجة الخليجية، خاصة لأنه عند طبيب قد يكون في حالة صعبة، يشعر بالألم، من الصعب أن يحول إلى الفصحى. لذا في هذه الحالة أنا أفضل اللهجة العامية، وأقرب لهجة عامية إلى اللهجة العراقية مثلاً هي إحدى اللهجات الخليجية. في هذه الحالة قد تكون هناك مصطلحات مختلفة بطبيعة الحال بين لهجة وأخرى. إن حصل وقال الشخص شيئاً لم يفهمه المترجم، فما أفعله أنا في هذه الحالة أن أخبر الطبيب بأننا نتحدث لهجات مختلفة، وقد واجهنا كلمة مختلفة بين لهجتينا، فإن كان يسمح لي بأن أستفسر عن هذا المصطلح وأفهم معنى المصطلح منه من المريض، ثم أوصل الكلام إلى الطبيب. حسناً، ماذا إن كان الشخص يتحدث لهجة لا أفهمها؟ حصل لي موقف مثلاً. كان هناك شخص من اليمن الشقيق. أنا لا أفهم اللهجة اليمنية جيداً إن كان الشخص يتحدث بسرعة، وهذا الشخص كان يتحدث بسرعة. فحتى قبل أن أسأله شيئاً، قلت لمزود الخدمة، لا أذكر إن كان طبيباً أو مصرفاً، قلت بأنني سأحول الاتصال إلى مترجم يمني. فمتحدث اللهجة اليمنية لم يعجبه هذا الأمر، وقال: أنا أفهمك، كيف لا تفهمينني؟ فشرحت له بأن لهجته صعبة علي قليلاً، وطلبت منه أن يحاول الكلام ببطء إن كان هذا ممكناً. وهكذا أكمل الاتصال، وشرحت لمزود الخدمة بأن عندنا لهجتين مختلفتين، لكن المتحدث بالعربية يريد أن يكمل الاتصال مع المترجمة، فإن كان يسمح لي بأن أستوضح منه كل ما لم أفهم شيئا. حل آخر هو أن أسأل هذا الشخص إن كان مرتاحا بالفصحى. مثلا لهجة أخرى لا أفهمها جيدا هي الدارجة المغربية. في هذه الحالة أسأل المتحدث بالدارجة إن كان مرتاحاً بالفصحى، أحياناً يقول نعم، أحياناً يقول لا، أريد شخصاً يتحدث المغربية. إذن كما قلنا، المتحدث أحياناً يصر على أن يكون المترجم متحدثاً بلهجته، وأحياناً أخرى يقبل أن يتحدث المترجم بالفصحى معه أو بلهجة قريبة من لهجته.
كمترجمين أظن أنه من الجيد أن نتعلم لهجات مختلفة، خاصة نحن المترجمون العرب، لأن هذا يوسع نطاق عملنا ويفتح أمامنا مزيدا من الأبواب. مثلا إحدى اللهجات التي فعلا أريد أن أتدرب عليها أكثر وأتعلمها أكثر هي اللهجة المغربية، فإن كانت عندكم بعض الاقتراحات أنا مستعدة للسماع. أخبروني، هل واجهتم صعوبات في عملكم بسبب اختلاف اللهجات؟ هل تريدون أن تتعلموا مزيدا من اللهجات التي لا تعرفونها؟ متشوقة لقراءة آرائكم في قسم التعليقات. لا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس، وأراكم الأسبوع القادم. مع السلامة.